وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وقوله كان كعدل رقبة يعني كان كمن أعتق رقبة. ما وجه الارتباط بين قطع التميمة وبين عتق الرقبة؟ الوجه أن من أعتق رقبة من الرق حررها من ماذا؟ حررها من ذل الرق. فكذلك من قطع تميمة من إنسان حر فقد حرره من ذل ورق الشرك. وإذا كان كذلك فإن من قطع تميمة من إنسان أعتق الله رقبته من النار. ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. لو أعتقت رقيقا أعتقك الله من النار. فتساوى العتقان. فيكون معنى الحديث أن من قطع تميمة من إنسان حظي على ثواب من أعتق رقبة. ما ثواب من أعتق رقبة؟ أن يعتق من النار. فكذلك هنا